طيب الله وقتكم مشاهدينا بكل خير. قال رئيس لجنة إدارة الأزمة ببلدية بنغازي تميم الغرياني إن الأوضاع في قنفودة تزداد سوءا بسبب القصف الجوي والحصار الخانق وعمليات القتل. الغرياني أكد في تصريح للتناصح أنهم تواصلوا مع مشايخ منطقة لصابعة وأنهم سيتجهون إلى مدينة ترهونة لعلهم يجدون حلا للمحاصرين وفق قوله. وقال الغرياني أنه يستغرب صمت المنظمات الحقوقية الدولية مما يحدث في منطقة قنفودة واصفا حفتر بالمجرم والأسير معتبرا أعماله بمثابة جرائم الحرب. كشف موقع وورز بورينغ الأمريكي الأربعاء استلام قوات تابعة لمجرم الحرب حفتر طائرة حربية من روسيا خلال الفترة الماضية. وأكد الموقع أن الصور التي التقطها فنيون تابعون لحفتر أظهرت طائرة نوع ميج 23 عليها شعار خاص بقاعدة الأبراج الجوية لإحدى الطائرات المرسلة من روسيا، مضيفة أن الطائرة وصلت على هيئة قطع ليسهل تهريبها ثم تجميعها بشكل نهائي في ليبيا. وأشار الموقع بأن طائرات الميج الروسية ستعزز قدرات قوات حفتر في الحرب التي تخوضها في ليبيا وفق تعبير الموقع. نشرت مصادر صحفية وثائق سرية تظهر تعاونا بين مجرم الحرب حفتر ورئيس البرلمان المنحل عقيلة صالح مع رجل الأعمال الصهيوني الإيراني الأصل وتاجر السلاح المعروف هاري بن منياشي. المصادر ذكرت أن حفتر وصالح عقدا مع منياشي عام 2015 عدة صفقات سلاح تم توقيعها وتسجيلها في يوليو من العام الماضي، مشيرة إلى أن منياشي وقع أيضا مع آمر حرس المنشآت السابق إبراهيم الجذر عدة صفقات بملايين الدولارات لتسهيل بيع النفط والاعتراف به دوليا. يشار إلى أن منياشي شغل منصبا هاما في الاستخبارات اليهودية وتعاون مع القذافي في ثمانينيات القرن الماضي في عمليات بيع وإعطاء السلاح للإيرانيين أثناء الحرب العراقية الأمريكية. اتهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي ما اسماه النظام الانقلابي في مصر بقيادة السيسي بتعميق الأزمة والشقاق بين الفرقاء في ليبيا عبر دعم خليفة حفتر. القدس العربي قالت ان المرزوقي اكد انه اعطى في ولايته الرئاسية اولوية خاصة للملف الليبي من اجل تحقيق المصالحة بين الاطراف الليبية. من جهته اتهم الامارات ومصر بدعم حفتر وهو ما سبب الاحتقان والشقاق والاقتتال في ليبيا حسب تعبيره. استشهد عصر الأربعاء مراسل مركز السرايا الذراع الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي عصام المغربي وذلك حسب مصدر من المجلس. المصدر ذكر أن المغربي قضى جراء القصف الجوي من قبل طيران حفتر والطيران الأجنبي الموالي له في عمارات 12 بالمحور الغربي لبنغازي. هذا وكان المغرب قد أجرى العديد من المداخلات الهاتفية مع عدة قنوات محلية من بينها التناصح لنقل آخر التطورات بمحاور القتال بمدينة بنغازي. تعال موجز إلى اللقاء.